نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن. وفي العناوين: القوات العراقية تعلن السيطرة على جسر الحرية المؤدي إلى وسط الموصل في ثاني أيام عملية الأحياء الغربية. أزمة الجمهوريين تتفاقم بعد رفض جوبي للعب دور المرشح البديل في انتخابات الرئاسة الفرنسية. شهيد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال واعتقال نائبين من كتلة حماس النيابية في رام الله. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة. أعلنت القوات العراقية سيطرتها على جسر الحرية المؤدي إلى وسط مدينة الموصل من جهة الجنوب في ثاني أيام العملية التي أطلقتها في الأحياء الغربية. ويعد جسر الحرية ثاني جسر في الموصل يتم تأمينه حتى الآن من قبل القوات العراقية التي اقتحمت أمس أحياء الدندان والدواسة والنبيشيت المحادية للمدينة القديمة والتي تضم مقر الحكومة المحلية. وكانت قيادة الشرطة الاتحادية قد أعلنت أن القوات الخاصة أضحت على مشارف المجمع الحكومي في منطقة الدواسة في الجانب الأيمن للموصل. وقالت في بيان لها إن استعادة تلك المباني سيحسم معركة تحرير الجانب الأيمن بنسبة 80% استراتيجيا ومعنويا على حد وصفها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الموصل مراسلنا شفيق عبد الجبار. إذا شفيق، فيما يبدو أن معركة الأحياء الغربية دخلت منعطفا حاسما بالسيطرة على مواقع استراتيجية من بينها جسر الحرية والمعارك الدائرة الآن في حي الدواسة، ما هي أهمية هذه المواقع وكيف يمكن أن تسرع أو يسرع السيطرة عليها من وتيرة استكمال السيطرة على ما تبقى من الجانب الغربي؟ شفيق، هل تسمعني؟ فيما يبدو أن صوت شفيق عبد الجبار مراسلنا من الموصل لا يصل بشكل جيد، قد نعود إليه في سياق هذه النشرة. حسم رئيس الوزراء الفرنسي السابق ألان جوبي الجدل بشأن احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية بدلا من المرشح الجمهوري فرانسوا فيون الذي تلاحقه فضائح تلقي زوجته أموالا مقابل وظيفة وهمية وتقلل من فرصه للفوز. وبات الحزب الجمهوري وحتى اليسار المعتدل متوجسا من أن يمنح تراجع شعبية فيون فرصة تاريخية لمرشحة اليمين المتطرف للوصول إلى الرئاسة في أول سابقة في تاريخ فرنسا. بلدي مريض، لكن أوان ترشحي قد فات. بهذه الكلمات رفض رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ألان جوبي أن يكون حصانا رابحا ينقذ اليمين الفرنسي في سباق الانتخابات في حال انسحاب مرشحه الأوحد فرانسوا فيو. في هذا الحشد مساء لترميم ما أمكن من معسكر اليمين الجمهوري على مقربة من برج إيفل، أعاد فرانسوا فيو أمام الآلاف من أنصاره أملا ما ببقائه صامدا في السباق الانتخابي كفارس مثخن بجراح فضائحه ويرفض التراجع أو ترشيح بديل عنه. الجواب هو لا، إنني لا أرى سببا لأن أقوم بذلك. أنا أعتقد حقا أن الاستمرار بالترشح سيقضي على الجمود السياسي، وأعتقد أن أي مرشح بديل سوف لن يكون قادرا على طرح برنامجه في فترة 50 يوما التي تسبق الانتخابات. يرفض المرشح المثير للجدل هنا التخلي عن هذا الحشد، سائرا يمضي في ظل حظوظ تبهت شيئا فشيئا وانقسامات في قيادات الجمهوريين إزاء إصراره هذا، تهمته بأنه بات يسعى لمنجز شخصي يتجاوز المصلحة الجمهورية وقد يلقي بقاعدته إلى الهاوية ويضيع حلم الرئاسة الثامنة للجمهورية الخامسة. أعتقد أن ما أشيع عن فيلن هو فضيحة بحد ذاتها، لم أرى في حياة انتخابات رئاسية يتم التلاعب بها وتجعلنا في حيرة.
أما هنا فهذه المرأة ذات 48 عاما تريد أن تقول أن يمينها المتطرف سيقلب الطاولة في وجه كل المنافسين، تحصد مكاسب الانقسام في اليمين وعجز اليسار، وتطرح مشروعا للفقراء، وتقول كفى ركودا طال به الأمد في حضن الجمهوريين، وكفى مرجعية أوروبية. وفي المزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس المحلل والكاتب السياسي هلال العبيدي. سيد هلال، إذن بعد انسحاب جوبي والآن فرانسوا فيون هو في مؤتمر صحفي يحاول أن يحشد الرأي العام إلى جانبه ويؤكد بأنه هو الخيار الآن المطروح لمواجهة اليمين المتطرف، برأيك ما الخيارات المطروحة والممكنة الآن أمام الحزب الجمهوري؟ هل هناك من أي خطة بديلة برأيك؟ لا توجد خطط بديلة بصراحة. أن الحزب الجمهوري يفقد المصداقية، هناك أزمة ثقة عند الناخب الفرنسي. الناخب الفرنسي يعاني من وجود هذا الكم الهائل من التصريحات اليومية التي يدلي بها سواء اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبين أو اليمين الوسط الذي هو الحزب الجمهوري، والذي هناك مشكلة حقيقية. يعني الناخب الفرنسي في حيرة من أمره، لأن كل هذه المسائل لا تصب في مصلحة اليمين الوسط أو اليمين المتطرف، هناك أزمة ثقة حقيقية. لذلك هذا الكم من التصريحات والذي شاهدناه جليا يوم أمس من خلال خطبة فرانسوا فيون في التجمع الذي حدث في تروكاديرو وسط باريس، أو من خلال لقائه على فرانس دو، على فرانس اثنين، على القناة التلفزيونية مساء أمس، عندما فرانسوا فيون يقول أنا لا بديل لي. لذلك هذا ما أجبر ألان جوبي على الانسحاب، لأن ألان جوبي كان يريد أن يعني. ولكن سيد هلال، الآن الحزب الجمهوري هو الآن في مأزق حقيقي. ألان جوبي يقول بأنه هو الخيار الآن الوحيد الممكن في حال لم يكن فرانسوا فيون عفوا، بالتالي الطريق بات معبدا أمام مرشحة اليمين المتطرف لوبين. هناك مسألة كسر عظم بين فرانسوا فيون وألان جوبي. ألان جوبي لا يريد الترشح بدون انسحاب فرانسوا فيون، لأنه هو البديل الشرعي. يعني ألان جوبي أخذ شرعيته لأنه كان ثانيا في عملية الترشيحات الحزبية التي تمت في شهر نوفمبر من العام الماضي في اليمين الوسط في الحزب الجمهوري. لذلك هو البديل الشرعي لفرانسوا فيون. ولكن في حالة عدم انسحاب فرانسوا فيون من هذا السباق الرئاسي، يضع ألان جوبي في مأزق رغم الكم الهائل من الطلبات الحزبية. يعني هناك 260 مرشحا رسميا طالبوا ألان جوبي بالعودة وترشيح نفسه، يعني ضمن مواقفهم، ولكنه لا يريد أن يضع نفسه. هو قال أنا لن أكون الخطة ب، يعني أنا لن أكون الخطة البديلة لفرانسوا فيون. لذلك اليمين، يعني اليمين الوسط وهو الحزب الجمهوري، في مأزق حقيقي في هذه الحالة. أنا لا أتوقع أنه الحزب الجمهوري أو اليمين الوسط، سواء في ترشح ألان جوبي أو في ترشح فرانسوا فيون في استمرارهم بالسباق الرئاسي، أنه سيحصل على أصوات، وذلك لفقدان الثقة أيضا. هذه المسألة يعاني سيد هلال. يعني هل يمكن الآن في الوقت المتبقي الآن أمام الرئاسات أو الرئاسيات الفرنسية أن يستطيع فرانسوا فيون أن يحشد الجبهة الداخلية للحزب الجمهوري، أن يعيد ترتيب الصف ويرمم سلسلة الفضائح التي تبعها الإعلام الفرنسي ضده؟ هو يحاول جاهدا. يعني هو لا يعني فرانسوا فيون سياسي متمرس، وهو كان أصغر نائب في البرلمان الفرنسي في حينه عندما ترشح. يعني فرانسوا فيون سياسي متمرس، وسيحاول جاهدا أن يعمل على إعادة ضم الشمل أو إعادة تأهيل اليمين الوسط أو الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية، ولكن الأمر خرج من يده. هناك
كما أسلفت هناك أزمة ثقة للناخب الفرنسي في لا. في عموم السياسيين في الجو السياسي العام في فرنسا، وهذا ما يمنح الرئاسات الفرنسية بعض الحماوة أو بعض الشد العصبي هنا في فرنسا، وخصوصا أنه ليس الوحيد في هذه المسألة، هناك اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبين أيضا يعاني من نفس المشكلة، وهذا ما يصب في خيار ماكرون، مانويل ماكرون الرئيس يعني وزير الاقتصاد السابق الذي يحاول الاستفادة من هذا الوضع. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي، حدثنا من باريس. استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وزعم جيش الاحتلال أن الشاب أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب مدخل رام الله، جرى تبادل لإطلاق النار قتل على إثره الشاب الفلسطيني دون تقديم مزيد من التفاصيل عن هوية الشهيد. واندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم في مدينة رام الله بين قوة عسكرية إسرائيلية وشبان رشقوها بالحجارة والعبوات الفارغة. في هذا المنزل كان الشهيد باسل الأعراج يتواجد حين داهمه جنود الاحتلال فجرا. بيان جيش الاحتلال قال إن عملية اشتباك مسلح جرت بين الشهيد الأعرج وقوات جيش الاحتلال، وهو ما أكده شهود عيان، وأكدوا أيضا أن العملية استمرت لساعتين حتى أعلن عن الأعرج، وهو من قرية الولجة جنوب مدينة بيت لحم، وهو أيضا الباحث في التاريخ الفلسطيني الشفوي حتى أعلن عنه شهيدا. من الليلة لأن كان في إطلاق قنابل الصوت، كان في رصاص حي، وكان في قنابل الغاز مسيل الدموع، حتى إنه اتصاب شابين برصاص حي. الشهيد باسل الأعرج كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد اعتقلته مع 5 شبان لمدة 5 أشهر حتى أفرج عنه في سبتمبر أيلول الماضي، وقد ظل مطاردا لدى سلطات الاحتلال التي اتهمته بنيته تنفيذ والتخطيط لتنفيذ عمليات ضدها. جهاز الشباك الإسرائيلي وصفه بالقائد العسكري للحراك الشبابي الذي اعتبره أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي بالمنظمة الإرهابية. في الحقيقة استشهاد باسل الأعرج شكل صدمة لدى الفلسطينيين، خاصة وأنه كان ناشطا بارزا وتحديدا ضد الاستيطان في قريته الولجة. يارا العملي، التلفزيون العربي، رام الله. وفي الشأن الفلسطيني أيضا، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية حماس خلال مداهمته مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقالت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في بيان صحفي إن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت فجرا النائبين عن مدينة بيت لحم خالد طفاش وأنور الزنون. وأوضحت الكتلة أن العملية تمت خلال مداهمة منازلهم في المدينة وتفتيشها. تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا يارا العملة للمزيد من المتابعة. إذن بداية يارا، تفاصيل أكثر عن ملابسات استشهاد يعني الشاب الفلسطيني والأهمية التي كان يشغلها في الحراك الفلسطيني في مدينة رام الله. نعم سارة، يعني في الحقيقة عملية اغتيال الشهيد باسل الأعرج جرت بعد اقتحام واحدة من المستعربين لمحافظة رام الله والبيرة لتأمين اقتحام جيش الاحتلال لمنزل الشهيد الأعرج الذي تواجد فيه لأكثر من أشهر. وفي الحقيقة العملية جرت وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وإطلاق أيضا صاروخ الأنيرجا باتجاه المنزل الذي دمر أجزاء منه، وذلك بعد ساعات من ساعتين من الاشتباك المسلح الذي جرى بين الشهيد الأعرج وجنود الاحتلال. لابد من الإشارة سارة إلى أن الشهيد الأعرج كان مطاردا ومطلوبا لسلطات الاحتلال، إذ كانت تتهمه بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضدها، وقد تم اغتياله اليوم وتم سحل جثمانه أيضا، وقد شهدنا الدماء منتشرة في كافة أرجاء المنزل والمبنى السكني فيه، وقد تم اختطاف جثمانه أيضا، وقد
وقد أبلغت سلطات الاحتلال قبل قليل عائلة الشهيد بأنها لن تسلم جثمانه. أيضا خلال هذه العملية جرى إطلاق كثيف للرصاص الحي أدى إلى في محيط المنزل أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي ونقلوا لتلقي العلاج. سارة في الحقيقة ومع كل أسف حتى هذه اللحظة لا يوجد أي رد فعل رسمي للسلطة الفلسطينية تعقيبا أو إدانة على اغتيال الأعرج واقتحام مدينة رام الله، ولكن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي الذي كان تواجد في المنزل قال إن اغتيال الأعرج يظهر أن لا قيمة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولا أمن ولا أمان للفلسطينيين، وقد طالب السلطة الفلسطينية باتخاذ موقف جدي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وأيضا وقف التنسيق الأمني. سارة أشكرك جزيل الشكر على جملة هذه المعلومات مراسلتنا من رام الله. وبالعودة إلى تطورات المعارك الجارية الآن في الموصل، ينضم إلينا مجددا شفيق عبد الجبار من الموصل. إذن شفيق، القوات العراقية سيطرت على أكثر من موقع استراتيجي خلال المعارك الجارية الآن، أهمية هذه المواقع وأيضا وتيرة تقدم القوات العراقية؟ نعم سارة، أتواجد الآن في حي الضباط وتحتدم المعركة منذ الفجر وحتى هذه اللحظة. هنالك عملية تقدم بالنسبة للقطاعات العسكرية المتمثلة بالشرطة الاتحادية وقطاعات الرد السريع التي وصلت إلى الجسر الثاني وهو جسر الحرية وهو ثاني جسور الموصل، قد تمت السيطرة عليه صباح هذا اليوم. وهنالك تقدم باتجاه حي الدواسة من قبل قطاعات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، وهذا الحي هو يعتبر قريب من مركز مدينة الموصل من الجهة الغربية، وفيه مباني حكومية تحاول القوات العراقية الوصول إليها ورفع العلم العراقي، ولكن هنالك اشتداد للمعارك وكما ترون سحب الدخان تغطي سماء الساحل الأيمن للموصل لشدة القصف الجوي من قبل الطائرات العراقية لعدة أحياء. هذا الذي تشاهدونه أمامكم هو حي الدواسة وحي الدندان، وهنالك عملية يعني مقاومة شديدة من قبل عناصر التنظيم الذين دفعوا بسلسلة سيارات مفخخة يحاولون منع التقدم العراقي، بالإضافة إلى المحور الغربي وهو محور جهاز مكافحة الإرهاب. فقد وصلتنا الأنباء تفيد برفع العلم العراقي في حي الصمود، وهذا الحي هو الحي الثاني سارة الذي تمت السيطرة عليه خلال 3 أيام، والتقدم جاري باتجاه حي المنصور الغربي من المدينة. لا تزال العملية مستمرة، العملية العسكرية لهذا اليوم لم تنتهي، وهو اليوم 17 من عمر معركة الساحل الأيمن. سارة سأوافيكم بتفاصيل أوفى وسوف نكون معك في المتابعة. مراسلنا من الموصل شفيق عبد الجبار. رفض المجلس العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية في منبج دخول قوات النظام السوري إلى المدينة، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي أبرمه مع روسيا بخصوص نشر قوات تابعة للنظام يشمل فقط مواقع محددة. وأصدر المجلس ليلة أمس بيانا شدد فيه على أن مدينة منبج وريفها هي تحت حماية قواته وقوات التحالف الدولي. صافي! صافي! بعد خطوته المثيرة والمربكة وفي محاولة لزج العلاقات الروسية التركية باختبار جديد عبر اتفاق مع روسيا، يسلم من خلاله مجلس منبج العسكري مناطق تابعة إداريا لمدينة منبج شمالية سوريا إلى قوات النظام السوري. ومع إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام ستدخل مناطق الإدارة الذاتية الكردية في منبج، أصدر مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية بيانا ينفي فيه تسليم مدينة منبج للنظام السوري، مؤكدا أن منبج وريفها هي تحت حماية قوات المجلس وتحت رعاية التحالف الدولي وحمايته، ولافتا إلى أن قواته وقوات التحالف الدولي هي التي تعاونت على إخراج ما يسمى بالدولة الإسلامية من منبج. بيان المجلس أوضح أن نص الاتفاقية مع روسيا تخص فقط منطقتي العريمة وخط الجبهة غرب منبج في محاولة منه لمنع تقدم قوات درع الفرات المدعومة تركيا إلى مواقعه، بعد إعلان تركيا مرارا أنها ستضرب المسلحين الأكراد إذا بقوا في منبج.
بالأمس. أما على الصعيد الميداني فقد قتل عدد من المدنيين في قصف لطائرات النظام استهدف حي الوعر المحاصر في مدينة حمص بأكثر من 6 صواريخ فراغية، والتي تسببت أيضا بدمار كبير في الممتلكات. حيات الشين والقابون اللذين تسيطر عليهما فصائل المعارضة شرقي العاصمة دمشق تعرضا كذلك إلى قصف من قبل قوات النظام بصواريخ أرض أرض، ما تسبب بدمار كبير في ممتلكات المدنيين. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. وضع عسكري غامض في الهلال النفطي الليبي. سرايا الدفاع عن بنغازي تطالب حكومة الوفاق بتأمين المنشآت النفطية. أهلا بكم من جديد. قال مصدر فيما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي إنها طلبت رسميا من وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني أن يتولى المسؤولية عن موانئ النفط التي سيطرت عليها في الهلال النفطي. يأتي ذلك في وقت تضاربت فيه الأنباء عن سير المعارك على الأرض. المزيد نتابعها في هذا التقرير. حالة من الغموض تلقي بظلالها على المشهد الليبي وسط غياب رؤية واضحة لمجريات المعارك بعد الهجوم المباغت لما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي على منطقة الهلال النفطي التي تضم أهم موانئ تصدير البترول في البلاد. هجوم يعيد خلط الأوراق مجددا بعد 6 أشهر من سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على تلك المنطقة. سرايا الدفاع أعلن سيطرتها على مطار رأس لانوف فضلا عن تقدمها في السدرة وبنجواد والنوفلية. في الجانب الآخر أعلن الجيش التابع لبرلمان طبرق استعادة سيطرته على مطار رأس لانوف، لكنه قال إن سرايا بنغازي ما زالت تسيطر على المنطقة السكنية بالمدينة وأن قواته تستعد لاقتحامها. تداعيات سياسية أعقبت الهجوم. 74 نائبا من مجلس النواب في طبرق أعلنوا مقاطعة الحوار السياسي متهمين وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني بدعم سرايا الدفاع في هجومها على الهلال النفطي، بينما نفت حكومة الوفاق الليبية أي علاقة لها بما يجري بمنطقة الهلال النفطي. الوضع الميداني المتأزم يؤشر إلى مزيد من التصعيد والتوتر في ظل انقسامات حادة بين المكونات الليبية منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي في العام 2011. أفاد مراسلنا في اليمن أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومسلحي الحوثي والصالح من جهة أخرى قرب معسكر خالد ومواقع أخرى شمال مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف أكثر من 20 غارة على مواقع للحوثيين مستهدفة السلسلة الجبلية بين مديريتي موزع وذباب، وأيضا مواقع في مفرق الوازعية والمخا وموشح بمحافظة تعز. الآن إلى متابعة جولة سريعة في أهم الأخبار الاقتصادية. وافقت شركة جنرال موتورز عملاقة صناعة السيارات الأمريكية على صفقة بيع شركتي فوكسل وأوبل إلى شركة بي إس إيه الفرنسية مالكة بيجو وسيترين، ومن المحتمل أن تؤثر الصفقة في المستقبل الوظيفي لأكثر من 4500 عامل في مصانع فوكسل في بريطانيا. وفي حال إتمام الصفقة ستصبح بي إس إيه ثاني أكبر منتج للسيارات في أوروبا بعد فوكس واجن الألمانية، وستتفوق على منافستها المحلية في فرنسا رينو. أكد هي لايفينغ الوزير المكلف بإدارة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أن خطوات إضافية لدعم الاستثمار الخاص تم اتخاذها في الوقت الذي تتطلع فيه اللجنة إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات الهيكلية. وكان التباطؤ الحاد في الاستثمار الخاص قد أجبر بكين العام الماضي على زيادة اعتمادها على الإنفاق الحكومي والمزيد من الشركات الحكومية التي تفتقر إلى الكفاءة للوصول إلى النمو المستهدف، ما ترك الاقتصاد غير متوازن.
هبطت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم وسط تداولات هزيلة مع ارتفاع الين وزيادة التوترات الجيوسياسية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية 4 صواريخ سقطت 3 منها في المياه الإقليمية لليابان. وحققت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الدفاع أداء فائقا بفعل تكهنات بأن يؤدي إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ إلى تشجيع زيادة إنفاق اليابان على الأسلحة. لم يسجل الذهب تغيرا يذكر اليوم، وظل مدعوما بالطلب عليه بصفته ملاذا آمنا في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية وانخفاض الدولار. ويراقب المستثمرون من كثب التطورات بعد إطلاق كوريا الشمالية 4 صواريخ باليستية في البحر تجاه الساحل الشمالي الغربي لبحر اليابان بعد أيام من تعهدها بالرد على التدريبات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة. أكدت مجموعة سامسونج مجدداً أنها لم تدفع أي ريشاً أو تطلب خدمات غير مشروعة، وذلك في رد المجموعة على إعلان المدعي الخاص في كوريا الجنوبية اتهام رئيسها بدفع أموال مقابل الحصول على خدمات من رئيسة باك جون هي. وقالت مجموعة سامسونج إن إجراءات المحكمة المستقبلية ستكشف الحقيقة بهذا الخصوص. شكك مسؤولون أمريكيون في التقارير التي تحدثت عن قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة لا ترى ما يشير حتى الآن إلى أن بيونغ يانغ نفذت تجربة صاروخية بالفعل. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت 10 صواريخ قبالة ساحلها الشرقي، انطلقت لمسافة تقدر بنحو 1000 كيلومتر. وأوضح أن الصواريخ أطلقت من منطقة تونغ تشانغري حيث توجد قاعدة للصواريخ. جاءت هذه العملية بعد أيام من توعد كوريا الشمالية بالرد على تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية نتابعها في هذه الجولة الرياضية. يرحل المتصدر تشيلسي لمواجهة مضيفه وستهام يونايتد في ديربي لندن ضمن حساب مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. البلوز يسعون إلى مواصلة عروضهم القوية في البريمير ليج، حيث لم تذق كتيبة كونتي طعم الهزيمة في آخر 6 جولات، إلا أن مهمة تشيلسي لن تكون سهلة أمام المطارق، حيث خسر النادي الأزرق آخر مواجهتين خاضهما على أرضية مضيفه وستهام. يواجه إشبيليا مضيفه الباسكي ديبورتيفو أولافيس ليلة في الجولة 26 من الدوري الإسباني، ويطمح النادي الأندلسي إلى تحقيق الانتصار 5 على التوالي في المسابقة ومواصلة مطاردة كل من برشلونة وريال مدريد. هذا ويحتل إشبيليا المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا وبفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة. سقط أياكس أمستردام في فخ التعادل أمام مضيفي غرونينغن بهدف لمثلهما في الجولة 25 من الدوري الهولندي، وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 56 عن طريق براين لينسن إثر خطأ من حارس مرمى نادي العاصمة، قبل أن يعادل ديفي كلاسن النتيجة للضيوف في الدقيقة 82، ليرتفع رصيد أياكس إلى 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن متصدر فاينورد. خطف الهلال فوزا ثمينا من مضيفه اتحاد جدة ب3 أهداف مقابل هدف في كلاسيكو مثير في قمة منافسات الجولة 20 من دوري جميل السعودي، وعزز الهلال بهذا الانتصار الثمين صدارته لجدول المسابقة برصيد 50 نقطة، ورد اعتباره من خسارة أمام منافسه بهدفين دون رد في الدور الأول، بينما فرط الاتحاد في القفز للوصافة وتراجع المركز الرابع برصيد 41 نقطة. أخبار الرياضة نختم النشرة في أمان الله.